اول ما تشوف طلتها تحس ان كل حاجه فيها غلط وانها لا تصلح للمعارك، لكنها كانت واحده من اهم دبابات الحرب العالميه الثانيه، خصوصا في المرحله الاولى بين سنه 1941 الى 1942، ولعبت دور محوري في تعطيل تقدم روميل داخل ليبيا، وكانت الحل المؤقت اللي عطل روميل لحد ما بريطانيا استعادت وتسلحت بافضل الاسلحه الامريكيه وقدرت في النهايه تهزم الفيلق الافريقي في شمال افريقيا. حديثنا اليوم عن فرانكشتاين الدبابات العجيب، الدبابه الامريكيه 3 لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حسني واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وورباس، برنامج اخصار وور اند بيزنس، الحرب والبيزنس. ومعادنا النهاردة مع حلقة جديدة من سلسلة معركة وسلاح ودرس، والحديث اليوم عن فرانكشتاين الدبابات او الدبابة الامريكية ام 3 لي. من اهم الاقوال المأثورة عن الجنرال الامريكي جورج باتن هو ان خطة جيدة يتم تنفيذها اليوم افضل من خطة محكمة يتم تنفيذها الاسبوع القادم. والخلاصة من المقولة انك تبدأ فورا بالحل المتوفر تحت ايدك في تنفيذ المهمة افضل من انتظار الحل المثالي او الافضل، لان ممكن المشكله تتطور بشكل مخيف او حتى تنتهي بخسارتك قبل ما الحل الافضل يوصل. والحكمه ابدا بحل المشكله اليوم قبل بكره، لان ممكن ما يبقاش نفس الحل فعال بكره. ومن هنا ننتقل الى الحديث عن فرانكشتاين الدبابات ام 3 لي. لما نشوف الدبابات الألمانية سنة 1940 هتشوف الأناقة الألمانية في أبهى صورها، دبابات عملية وشكلها منطقي جدا ويدل على فاعلية عالية. لكن لما نشوف الدبابة فرانكشتاين ام 3 لي ونقارنها بالدبابات الألمانية هتلاقي ان كل حاجة فيها غلط، باستثناء حاجتين: المدفع عيار 75 ملم مثبت على شاسيه الدبابه وليس البرج، وشاسيه الدبابه نفسه المبني على العمليه والاعتماديه الامريكيه في صناعه الشاحنات والجرارات. غير كده الدبابه شكلها غلط، شكلها فرانكشتاين وعيوبها كتيره جدا. طيب ازاي وصلنا للدبابه دي؟ وهنا لازم نرجع لمعركه فرنسا وحصار دانكيرك. سنه 1940 صدم الحلفاء بمدى سرعه وقوه الجيش الالماني اثناء معركه فرنسا، وترتب عليه هزيمه مدويه للحلفاء وتراجع القوات البريطانيه والفرنسيه الى بؤر دانكيرك. ترتب عليه حصار الحلفاء في دانكيرك ثم عملية إخلاء دانكيرك الشهيرة، لكن تم إخلاء القوات الفرنسية والبريطانية بدون أي معدات وتخلوا عن كل المعدات العسكرية الثقيلة ومعها طبعا الدبابات، ومنها خسرت بريطانيا مخزون كبير من الدبابات وأصبحت الصناعة البريطانية في ورطة لتعويض الفاقد. لكن ما زاد الأمور سوءا هو أن الدبابات البريطانية لم تكن ند للدبابات الألمانية وكانت أسلحتها أضعف، وهذه مشكلة أخرى. وكالمعتاد عندما تتأزم الأمور تنظر بريطانيا إلى الغرب، إلى أمريكا. أثناء معركة بريطانيا الجوية زار وفد بريطاني أمريكا للاتفاق على تصنيع الأسلحة لصالح بريطانيا، وأهم سلاحين احتاجتهم بريطانيا كانت المقاتلات والدبابات. لكن كان في مشكلة كبيرة، وهي أن بسبب سياسة العزلة الأمريكية وعدم خوف الأمريكيين من أي غزو أهملت عملية تطوير الدبابات الأمريكية، وكانت التصاميم الأمريكية في الدبابات متأخرة جدا مقارنة بالتصاميم الألمانية والبريطانية. لكن ما فقدته أمريكا في تطور التكنولوجيا عوضته في حجم الصناعة، لأن صناعة السيارات الأمريكية كانت مزدهرة جدا، وبناء عليه كان لابد من تطوير حل مؤقت أو ستوب جاب سولوشن. وهنا نقف مؤقتا للحديث عن الستوب جاب سولوشن. من اهم واخطر الحلول هو الحل المؤقت المعروف باسم الستوب جاب سولوشن، والترجمه الحرفيه هي سد الثغره. والهدف من الحل المؤقت هو سد الفجوه او الثغره مؤقتا لحين الوصول الى الحل الافضل. واهميه الحل المؤقت انك بدونه مش هتقدر توصل الى الحل الافضل، ومش هتلاقي اي مساحه هتتحرك فيها لان الامر هيكون حسم. وده بالظبط الدور اللي عملته الدبابه ام 3 لي، كانت هي الحل المؤقت. بريطانيا طلبت من امريكا الحصول على اي دبابه متاحة لصد الدبابات الألمانية في حالة غزو ألمانيا لبريطانيا، لكن أمريكا لم تملك الحل. لما هتلر تراجع عن قرار غزو بريطانيا تنفست بريطانيا الصعداء، لكن حبسوا أنفسهم مرة تانية مع وصول الفيلق الإفريقي إلى شمال إفريقيا. هنا أيقنت بريطانيا أنه إذا نجح رومل في الوصول إلى قناة السويس فهذا معناه نهاية بريطانيا، وهنا لجأت مرة تانية إلى أمريكا طلبا للسلاح، وأهم سلاح لصد رومل هو الدبابات، لأن الدبابات البريطانية من تراس كروسيدر وماتيلدا لم تكن ند قوي ضد الدبابات الألمانية بانزر 3 وبانزر 4، خصوصا مع امتلاك الدبابات الألمانية لمدفع سريع الإطلاق من عيار 50 ملم. وهنا كان الملجأ والمنقذ هي أمريكا. لكن أمريكا من ناحيتها كان عندها أزمة، أنها ما عندهاش تصاميم دبابات متطورة توازي الدبابات الألمانية، وهنا كان لابد من خلق فرانكشتاين مؤقت لحين وصول الحل النهائي. أمريكا لم تملك مدفع عيار 50 ملم موازي للمدافع الألمانية، امتلكت فقط مدفع عيار 37 ملم، وده كان غير فعال بالمرة سنة 1941، لكنها امتلكت مدفع عيار 75 ملم فعال.
لكنها لم تملك برج دبابة يستطيع استيعاب المدفع العيار 75 ملم. وأزيدك من الشعر بيت، أمريكا لم تملك طريقة فعالة لصنع الدرع الملحوم أو المصنوع عن طريق الصب واللحام، ودي الطريقة الألمانية في صنع الدبابات. لكن بغض النظر عن ده كله، أمريكا عملت على تطوير دبابة جديدة مؤقتة بالإمكانيات المتاحة علشان تخلق فرانكشتاين الدبابات M3Li. الشاسيه بالفعل شاسيه عملي وقوي، وده كان نقطة التميز الوحيدة تقريبا في الدبابة واللي هتنتقل للدبابات الأمريكية الأحدث. البرج هو برج دبابة أمريكية خفيفة بمدفع عيار 37 ملم. المدفع الرئيسي للدبابة عياره 75 ملم مثبت على الشاسيه، وده سبب مشكلتين. المشكلة الأولى توجيه المدفع، علشان توجه المدفع لازم تحرك الدبابة بالكامل. المشكلة الثانية ارتفاع الدبابة أصبح عالي جدا، وده حولها إلى هدف سهل جدا للدبابات والمدافع الألمانية. لكن المشكلة الأخطر في الدبابة هو عدم الاعتماد على الدرع المصبوب واللحام، والاعتماد على درع المسامير والبرشام، ودي الطريقة القديمة في تصنيع الدروع. وخطورتها ان في حالة اصابة الدبابة حتى وان لم تخترق القذيفة درع الدبابة، فالمسامير داخل الدبابة بتطير من مكانها وتصيب طاقم الدبابة، وبالتالي اصبح درع عديم الفاعلية، وفاعليته فقط ضد الرصاص الخفيف وليس ضد القذائف المضادة للدبابات. لكن على الرغم من كل العيوب دي، لم يكن امام بريطانيا اي خيار، وتم طلب انتاج الدبابة من امريكا لاستخدامها في شمال افريقيا. وبالفعل بدأت امريكا في انتاج الدبابة في بداية سنة 1941، ووصلت الى شمال افريقيا في اللحظات الحاسمة في نهاية سنة 1941 لصد إروين روميل ومنعه من فرص سيطرته على ساحة المعركة. كل العيوب اللي احنا قلناها على الدبابة كانت واضحة جدا من البداية، درع المسامير الضعيف والمدفع صعب التوجيه وارتفاع الدبابة العالي جدا، لانه على الرغم من كل العيوب دي فالدبابة نجحت في اداء مهمتها، ونجحت في سد الفجوة مؤقتا ضد الدبابات الالمانية. والمدفع عيار 75 ملم في حال التصويب السليم اصبح فعال جدا ضد الدبابات الالمانية، بالاضافة الى ان الشاسيه اثبت اعتمادية عالية جدا في ظروف المعارك. ونجحت الدبابة M3Li في مهمتها، وعطلت قوات الفيلق الافريقي وإروين روميل، وقدرت تأخر إروين روميل في سيطرته على ليبيا لحين وصول الإمدادات. أنتج من الدبابة 6700 نسخة، معظمهم خدموا في شمال إفريقيا، ونجحوا في مهمة تعطيل إروين روميل لحين استعراض أمريكا بالأسلحة الأكثر تطوراً. لكن الدور الأهم للدبابة M3Li إنها كانت منصة الاختبار اللي أمريكا تعلمت فيها علشان توصل للحل الأفضل، وهي الدبابة M4 شيرمان اللي هتكون الدبابة الرئيسية للحلفاء بداية من سنة 1942، وهينتج منها حوالي 50,000 نسخة. الدبابة شيرمان هي نسخة مطورة من الدبابة M3Li، لأن المصممين الأمريكيين حافظوا على نفس الشاسيه واضافوا اليه برج دبابه مطور لاستيعاب المدفع عيار 75 ملم مع استخدام الدرع المصبوب بدل من درع المسامير والبرشام. الدبابه M4 شيرمان هتكون هي الورك هورس او الحصان العامل للحلفاء بدايه من سنه 1942، وهتخدم الحلفاء على كل الجبهات. المصممين الامريكيين وصلوا للدبابه شيرمان بفضل الدبابه فرانكشتاين M3Li، لان الدبابه M3Li اصبحت هي حقل التجارب اللي الامريكيين يتعلموا فيه تصنيع الدبابات. ومن اللحظه دي في الحلقه هننتقل للدروس العمليه المستفاده، ومعانا درسين مهمين. الدرس الاول، في مواجهة الطوارئ لابد من استخدام الستوب جاب سولوشن، حل مؤقت لسد الفجوة لحين وصول الحل الاساسي اللي هتبني عليه كل شيء. لكن بدون الحل المؤقت او الستوب جاب سولوشن مش هتقدر توصل او تلحق تعمل اي شيء لحين وصول الحل النهائي. نقولها بطريقة تانية، هيكون حسم الامر قبل وصول الحل النهائي. الدرس ده مش مجرد درس عسكري، وانما درس لكل المجالات. الدرس الثاني والاهم، حل معقول يتم تنفيذه اليوم افضل من حل ممتاز يتم تنفيذه بكره. افتكروا مقوله جورج باتون، وزي ما قلت الدرس ده اهم واخطر، لان في ناس كتيره بتنتظر الحل الافضل او الظروف المثاليه للبدء في تنفيذ اي شيء، لكن دائما ينتهي بهم الامر بدون تنفيذ اي شيء او حتى خطوه واحده. ابدا اليوم لو الحل العملي او المؤقت متوفر، وبعدين دور على الحل الافضل. وده برده مش مجرد درس عسكري، وانما درس لكل المجالات الحياتيه والعمليه. ومع نهايه الدروس العمليه بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، واتمنى انها كانت حلقه مفيده وممتعه. لو حابب تدعم القناه على باتريون فهتلاقي لينك الدعم موجود في وصف الحلقه واول كومنت، لكن اهم دعم للقناه هو اللايك والشير عشان الالجوريزم اليوتيوب. فاذا عجبتك الحلقه فعليك باللايك والشير بقدر الامكان عشان الحلقه والقناه توصل لاكبر عدد من الناس، واشترك في القناه لو مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان توصلك الاشعارات اول باول. لكن كالمعتاد اهم حاجه عندي هي ارائكم في الكومنتات، لانها فرصه كويسه لتبادل الاراء والافكار، وبتساعدني على تحسين مستوى المحتوى. دمتم بصحه وعافيه، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.